هذا وأكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن العلاقات التركية الجزائرية تستند إلى أسس تاريخية وثقافية مشتركة، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات مع مسؤولين جزائريين على هامش أشغال المؤتمر، مضيفا أن العلاقات الجزائرية التركية تنمو وتزداد صلابة في الفترة الأخيرة. نحن هنا بقاد الدورة 17 لمؤتمر مجالس الدول الأعضاء في منسلامي، وفي هذا الإطار أجرينا لقاءات ثنائية، وخاصة كانت لنا لقاءات مع المسؤولين الجزائريين. وقبل قليل التقيت بالسيد رئيس مجلس الأمنة، حيث تطرقنا إلى العلاقات الثنائية وكذلك ما يمكن أن نفعله في إطار التعاون البرلماني لصالح البلدين ولصالح الاتحاد. إن العلاقات التركية الجزائرية تستند إلى أسس تاريخية وثقافية مشتركة، ونحن أبناء حضارة وتاريخ مشترك، وعلاقاتنا الحالية تنمو وتزداد وفقا لهذه الأسس.